شرى بلال يعني شرى رقبة اعتق بلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يسمي صحابي يقولوا سيدنا، واحنا كي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد، ورب يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وتؤجر. نعم. وعندك طبع. عشرة وتنحيك عشر خطايا يعني كنت جينا نفهمه برك يعني تدي الاجر غير من هذا. قال لي خليها تجاوب، قال لي اللي يخطروا بلا زياده سقام لا فاكتور تاع التليفون سقام اكثر من اللي يخطروا بلا زياده. عنده الحق. صح اخويا طار، صح حصلوا كلش فيها. معليش عطيني سؤال. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه واش من حادثه زادوا له الصديق؟ عاودي السؤال عشان تقطع لي. واش تقطع السؤال ولا تليفون؟ لا تليفون. هيا روحي. سيدنا ابو بكر سمي بس لما سموه الصديق. هو في الاسراء والمعراج. الله يطول عمرك. ايوه خلاص بارك الله فيك يا كمال. ينعم عليك الله. سي بون راكي شغل في الديزويت، شغل تاع سليمان حطيتها غير تما. والله ما طولتيش كاع ما خدمتيش، احنا كنا راح نعاونوا. الله يبارك كيف ريتيها. واش تعاونوا انتوما؟ انتوما كون استعيط واحد تغرق. لا احنا نعاونوها كي ترفد ليكتور ميلاج تاع الدار. ونزيد ندير اضافه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسري بي من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. قال لهم وحتى في القران لم يذكر اعرج باسكو على حساب الافهامه تاع هذاك الوقت. هذه اسرية ما حملوهاش فيقول لهم اعرج ما تفلاش كاع يتيك. دونك كي ابو بكر الصديق والكفار شكش عاملين هذاك الوقت كفار يعني متقفين وكذا، قالوا سمعت ما يقول صاحبك؟ قالوا ماذا قال؟ قال انه اسري به. قالوا والله لو قال اعرج به لصدقته. صدقته. شو القوة؟ وسمي الصديق. شكرا على الاتصال. برك عليك. سلمي لي على ناس براقي. سلمة كاملة ونسلموا عليك. براقي مدينة السيد الشيخ موسى عزوني ربي يطول في عمره، الداعية الرزين. ربي يحفظه ان شاء الله وربي يخليه لكم ان شاء الله ويخليه للجزائر ان شاء الله. وكي تجوا الخطابة عيطين ما تحكيش. اذا ربي كتب لك، اذا ربي كتب لك هذا الذي دعونا لك به باذن الله تعالى انا نفتح لك. عيطين انا نفتح لك ان شاء الله. حنا تجوا ناكلوا الكاطو كاين حاجه برك ما نفيسوش زعما غير يجيك واحد فقير ولا صلاه الاستخاره باسكو حنا تا وعدا يجي فقير تقول له صلي صلاه يجي واحد بوكو حلا قال ما تراطيش الاستخاره عليهم غاوي ما كاينش لهم ما تلعبوا لنا ان شاء الله يجي كامل مكبول ان شاء الله باذن الله. امين امين يا رب.